السلام عليكم. كما كتشوفوا اليوم معنا فيديو جديد. كما كتشوف قدامكم كاين شي فلور. اليوم غنوريكم طريقه بعيدا عن ديروا شي فلور في طاجين او تقليوه. اليوم واحد الطريقه زوينه وزانه، انا شخصيا كتعجبني. اولا نقرطو قزبر مهنوس على قدامكم تشوفو، ندير القلة ديالنا اللي غنشحرو فيه بالطبق. شي فلور كما كتشوفو راه ديجا مسلوق ومصفي، على الشكل